نشرة الثامنة من الام تي في، اهلا بكم. مساء الخير وسام الحسن، هل يمكن ان نخبرك بما فعلته الحكومة لإنصافك وتخليدا لذكراك؟ لقد احالت جريمة اغتيالك على المجلس العدلي، حيث ترقد ملفات اغتيال الرؤساء وكبار هذا البلد تحت غبار الصمت. لقد رفعتك الحكومة ومن دون اعتراض أحد هذه المرة إلى رتبة لواء. لقد صار فرعك المدان بالتآمر فرع المعلومات شعبة بعدما دارت معارك طاحنة لإلغائه من أجهزة قوى الأمن الداخلي وسجلاتها، لا لشيء إلا لأنه كان يكشف القتلى والعملاء. أما الوسام الأكبر الذي تلقيته من الحكومة فجاءك على لسان رئيسها نجيب ميقاتي الذي اعترف مداورة وعلى طريقة الميقاتية بأنه لا يمكن فصل جريمة الأمس عن سياق الكشف عن سلسلة التفجيرات التي كان متوقعا حدوثها في لبنان، وهو ربما يخشى إدانة سوريا صراحة بتهمة رعاية شبكة المملوك سماحة التي كشفتها أنت. وعلى الطريقة الميقاتية نفسها، كان صديقك رئيس الحكومة رمى مفاتيح استقالته في جيب رئيس الجمهورية لأنه لا يريد الاستقالة، معتقدا أنه بهذه الخطوة يمتص غضب أهل السنة. ونواصل التوجه إليك أيها السيد اللواء لنزف إليك صحوة أهل الرابع عشر من آذار من رقاد أهل الكهف، فها هم يعودون إلى ساحة البدايات، ساحة الحرية، بخجل يعودون مدفوعين بضغط الانفجار المجرم الذي أودى بك وبالمؤهل صهيوني وبكوكبة جديدة من أبرياء الأشرفي الشهيدة. وربما وجب عليك أن تنصحهم بأن نزول الناس إلى شارعكم لا يمكن أن يكون من دون رؤية وبلا مشروع. فعلى سبيل المثال، هل سألتم أنفسكم ماذا لو قبل ميقات دعواتكم واستقال؟ فأي مشروع بديل تحملون في ظل استحالة عودة الرئيس الحريري إلى لبنان؟ أما بالنسبة إلى وداعك إلى مثواك غدا، فكل الأوفياء الذين حميتهم بالشخصي وبالعام سيكونون على الموعد، بالآلاف سيكونون، تماما كما كانوا في وداع من سبقوك من شهداء ثورة الاستقلال. إلى ساحة الحرية سيتوجهون، وقد اختاروا أن يكون مرقدك الأبدي قرب رفيق دربك الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نبدأ من محيط السراي الحكومي، حيث نصبت الخيم للمطالبة باستقالة الحكومة، وينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل جوني طانيوس. جوني، ما هي صورة الشباب أمام السراي الحكومي؟ نعم فادي، يعني الشباب متجمعون هنا بالمئات في الخيم التي نصبت في ساحة رياض الصلح على مقربة من السراي الحكومي. هم طبعا من المنظمات الشبابية التابعة لقوى الرابع عشر من أذار، وهم من الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء قوى الرابع عشر من أذار، من المستقبل، من القوات، من الكتائب، أيضا من حزب الوطنيين الأحرار، وأيضا هناك أشخاص وشبان من الحزب التقدمي الاشتراكي، وأيضا من الجماعة الإسلامية الذين حضروا إلى هنا آتين من ساحة الشهداء في مرحلة ما بعد الظهر. نصبوا الخيم، وضعوا الأعلام، وهم يؤكدون أنهم سيبيتون في هذه الخيام، وهم باقون في هذه الخيام لإيصال صوتهم إلى السراي الحكومي الذي يبعد أمتار قليلة من هنا، لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة ومطالبة بطرد السفير السوري من لبنان، لأنه بحسب اعتبارهم وبحسب وصفهم الكيل قد طفح بعد اغتيال العميد وسام الحسن واللواء وسام الحسن، وهو مدير فرع شعبة المعلومات أو فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. هؤلاء الشبان وغيرهم من الشبان، مئات الشبان، كانوا توجهوا عند الخامسة من بعد الظهر بدعوة من قوى الرابع عشر من أذار إلى ساحة الشهداء. في ساحة الشهداء نصبوا أيضا الخيام التي أكدوا أنها ستبقى أيضا هناك على مقربة من تمثال الشهداء. هم أيضا نصبوا الخيام هناك مع الأعلام اللبنانية والأعلام الحزبية، وهناك أيضا كان هناك نوع من اللقاء الجامع، ألقيت فيه الكلمات السياسية لعدد من النواب، كان النائب أحمد فتفت وأيضا النائب نهاد المشنوق، وأيضا ألقيت كلمات باسم مختلف الأحزاب السياسية في قوى الرابع عشر من أذار، وأيضا باسم المنظمات الشبابية في قوى الرابع عشر من أذار. هذه الكلمات كلها كما ذكرت وكما مطالبة الشبان هنا هي تدعو الحكومة ورئيسها
إلى الاستقالة، لأنه بحسب قولهم الحكومة هي المسؤولة عن كل ما يحصل، وأيضا هم يدعون ويطالبون برحيل السفير السوري، وهم رفعوا شعار يعني الطلاق حتى تحقيق العدالة، والطلاق يعني الطلاق مع كل الفئات السياسية الأخرى في البلاد وتحديدا مع حزب الله بحسب ما قالوا. يعني كما ذكرتم هي أجواء تجمع بعضهم وصفها بالانتفاضة داخل الانتفاضة، وهذا ما يأمل منظمو هذا التحرك أن يكون، على أن نرى ما ستكون وما ستؤول إليه الأمور في المرحلة المقبلة وفي الساعات المقبلة. نعم جوني طانيوس، شكرا جزيلا لك. الرئيس سعد الحريري دعا لأوسع مشاركة في تشييع اللواء الشهيد. كل اللبنانيين مدعوين بكرة للمشاركة بتشييعه إلى الضريح بساحة الشهداء. وسام الحسن فعلا وسام على صدورنا جميعا، وسام على صدر الكورة اللي ولد فيها، وسام على صدر طرابلس يلي ما بتنسى دمه، طرابلس يلي ما بتخونه، طرابلس يلي بتعرف مين خانه ومين بيحمل مسؤولية دم وسام بالدور يلي ارتضى لنفسه. هو وسام على صدر كل لبنان، كل لبنان يلي حماه وسام الحسن من مخطط بشار الأسد وعلي مملوك لتفجير لبنان، وعرض نفسه انه يتفجر هو حتى ما تتفجروا انتو وما يتفجر لبنان. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع دعا من هم أصحاب كرامة وعزة وبالأخص وزراء التقدمي الاشتراكي إلى الاستقالة فورا. اغتال وسام الحسن ليستكملوا اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز. اغتال وسام الحسن ليمنع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية من الوصول إلى كشف الحقيقة كاملة. الموقف لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعد اجتماع استثنائي للمجلس المركزي للحزب. اغتال وسام الحسن لأنه كشف مخطط الفتنة المصدر بواسطة الوزير والنائب السابق ميشيل سماح، كما كشف عملاء إسرائيل لدى مدعي العفة والطهارة والمقاومة والسيادة. لقد طفح الكيل، صبرنا 7 سنوات لكن للصبر حدود، نواجههم بالكلمة يواجهوننا بالموت، نطالب بالديمقراطية فيشيلون سلاحهم. كفانا السير وراء الأكفان، كفانا ذرف الدموع على الشهداء. المجرمون هم وأهدافهم لم تتغير وإن اختلفت الأدوات. اليوم وسام الحسن، وبالأمس شهداء ثورة الأرز، وغدا من؟ هل ننتظر سقوطنا وسقوط كل الأحرار في هذا البلد واحدا واحدا؟ هل ننتظر سقوط الوطن؟ جعجع دعا الحكومة إلى الاستقالة فورا، كما طالب المجتمع الدولي والعربي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب اللبناني. إننا ندعو من هم أصحاب كرامة وعزة في هذه الحكومة، وبالأخص الأصدقاء وزراء التقدم الاشتراكي، إلى الاستقالة فورا تحملا للمسؤولية ولعدم الاستمرار في تغطية واقع مجرم سفاح أصاب البارحة مقتلا في البلد ويهدد بالأعظم بعد في حال الاستمرار بتغطيته. تعليق كل الاتفاقات الأمنية والعسكرية والقضائية مع سوريا، وطرد السفير السوري في لبنان فورا، والمطالبة بتطبيق قرار 1701 كاملا عبر نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية. وختم جعجع بدعوة كل أفراد القوات اللبنانية والمناصرين إلى المشاركة الكثيفة في الجنازة الشعبية يوم الأحد. النائب سامي الجميل رأى أن اغتيال الحسن أدخل لبنان في مواجهة مفتوحة مع النظام السوري الذي أراد أن يتحدى الشعب اللبناني عبر اغتيال رمز كان يحمينا. بهيدي المعركة بين لبنان ودولة غريبة ما في محل الوسطية، مثل ما في محل الوسطية بين لبنان وإسرائيل عندما يكون في مواجهة بين لبنان وإسرائيل، وقت تكون مواجهة مفتوحة بين لبنان وسوريا لا مكان للوسطية بين لبنان وسوريا. هل هن إلى جانب لبنان أو إلى جانب سوريا؟ هيدا قرار بدهم ياخدوه كل المسؤولين، بالأخص
الوسطيين يلي موجودين اليوم داخل الحكومة، إن كان الرئيس مئاتي أو رئيس الجمهورية أو النائب وليد جملات. نرجع على الشارع، نرجع إلى حركتنا النضالية، نرجع على ما كنا عليه، ننسى بقى السياسة. لازم نعتبر هيدا التحدي، وهيدا التحدي بدنا نواجهها بمواجهة مفتوحة، مش تحدي من وجهها باليأس. واليوم المطلوب أكثر من أي وقت مضى أنه ما نستسلم، نضلنا صامدين، نضلنا واقفين، ما نخلي حدا يأسنا، وندفش كل المسؤولين عنا بأنه يتحملوا مسؤولياتهم ويقولوا كلمة الحق محل ما هي تكون. أنا من الناس يلي حماهم وسام الحسن، أنا من الناس يلي خلصهم حياتهم وسام الحسن، وأنا من الوحيد، أنا واحد من عشرات الناس يلي هذا الإنسان حماهم وخلصهم حياتهم. ماذا يقول اللواء أشرف ريفي بعد عملية الاغتيال، وإلى أين تتجه شعبة المعلومات؟ تقرير هيثم خواند. حزن كبير يلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لكن مقابل الحزن إصرارا أكبر لدى ضباط المؤسسة وعناصرها على كشف حقيقة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. أما شعبة المعلومات فستبقى بألف خير بحسب المدير العام اللواء أشرف ريفي، الذي يؤكد عبر الام تي في أن العمل لا يتوقف في سبيل أمن البلاد ورفاهيتها. لا شك الضربة كتير كبيرة، تداعياتها أكيد حيكون لها تداعيات بشكل سلبي على الأمن تماما، إنما تحدياتنا رح دام تحدي مقابل، التحدي المقابل نقدر نعمل صيغة ترجع تسكر هالثغرة اللي خلقتنا بالأمن تماما الحقيقة. مشان هيك أنا برأيي وسام الله يرحمه ساعة لي أنشأ شعبة المعلومات، أنشأ مؤسسة مش جهد فردي فقط لغير، لو شك كان إلى رأس، إنما صار عندنا طريقة عمل مؤسساتية بتعوض النقص مبدئيا، ومطلوب منا جهد أكيد إضافي لنعبي هذا الفراغ. ما لنا شايفين في أي خطر على فرع شعبة المعلومات، هي الشعبة أثبتت جدواها، أثبتت نتائجها، عطت نتائج مذهلة توازي أي جهود ممكن تعملها أو نجاحات تعملها أجهزة الأمن العالمية. مشان هيك أنا بتصور أي إنسان بيحاول يضرب هالمؤسسة هاي أو هالقطعة هاي برأيي يرتكب جرم وطني. أنا بتصور الأحداث الأمنية الجارية وقطع الطرقات لا تقلق اللواء ريفي، الذي يضعها في إطار رد الفعل الطبيعي الذي لن يدوم طويلا. نتأمل اللبنانيين يكونوا واعيين لوحدة بلادهم، نحن قدام تحدي كبير أنه نحفظ وحدة بلادنا، نحن مسؤولين تجاه الله تجاه هذا الوطن على وحدة بلادنا وعلى أمن واستقرار بلادنا. وسام ما استشهد ليفرض أمن البلد، استشهد ليحافظ على أمن البلد، ليحافظ على وحدة البلد. أنا برأيي عشان هيك أمانة الشهادة تقتضي نعمل جهود لنكون واعيين لحفظ أمن البلد. اللواء وسام الحسن سقط شهيد الوطن، ومؤسسة الأمن الداخلي على وعدها له وللمواطنين الأمن والعدالة فوق كل اعتبار. قوى 14 من آذار تدعو جميع اللبنانيين إلى المشاركة الشعبية الكثيفة في تشييع اللواء الشهيد إلى مثواه الأخير، إلى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقهما في ساحة الشهداء يوم غد الأحد، وذلك اعتبارا من الساعة 1 من بعد الظهر. فليكن غدا يوما للتعبير في ساحة الحرية عن الغضب الوطني العارم في وجه القتلة وحماتهم بشار الأسد والنظام الأسود الذي يحكم سوريا بقوة النار والدمار ويصدر الدم والخراب إلى وطننا لبنان. وسيكون غدا في ساحة الحرية يوما لرفض الحكومة مجتمعة وكل السياسات التي تسعى للتغطية على المجرمين وتوفير البيئة السياسية والأمنية لهم ولعمليات الاغتيال. إنقاذ لبنان أمانة في أعناقنا جميعا، وهو يتطلب أولا استقالة الرئيس نجيب ميقاتي وحكومة تنفيذ سياسات النظام السوري القاتل وحلفائه الإقليميين والمحليين. ثانيا قيام حزب الله بتسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري للمحاكم. ثالثا الطلب إلى أمين عام الجامعة العربية والأمم المتحدة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتوفير الأمان للبنان والحماية لشعبه باتخاذ إجراءات عملية. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري دعا إلى تنظيم الصفوف للرد على الجريمة الكبرى. لقد عمد رئيس الحكومة حكومة النائب النفس إلى الالتفاف على مطلب اللبنانيين
بزعم استقالة بين أربعة جدران لوهمه أنه بهذا التذاكي يمتص النقمة ويبرد غضب اللبنانيين ويمرر مفاعيل الجريمة. فاللواء الشهيد حينما كشف شبكات التجسس الإسرائيلية كان يحمي لبنان، وحين كشف شبكات الترهيب السورية كان يحمي أمن اللبنانيين جميعا. لذا فإن اغتياله ليس اغتيالا لأمن فريق سياسي، وإنما اغتيال لأمن لبنان وكل اللبنانيين. إننا وإياكم مطالبون اليوم أن نقول بصوت واحد للرئيس الشهيد: يا رفيق كلنا وسام، يا رفيق كلنا وسام. وإنني أدعوكم إلى فتح جميع الطرقات وتنظيم الصفوف لنجعل من يوم غد يوماً لحساب المجرمين القتلة الجنات، بنزولنا بكثافة إلى ساحة الشهداء لتشييع اللواء الشهيد وسام الحسن. مجلس الوزراء قرر بعد جلسته الاستثنائية إحالة ملف اغتيال الشهيد الحسن على المجلس العدلي، ورئيس الحكومة يقرر تعليق استقالته بناء لطلب رئيس الجمهورية ونتائج مشاوراته مع أقطاب الحوار. تقرير دنيز رحمي فخري. إلى قصر بعبدة حمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرار استقالته، التقى رئيس الجمهورية وأبلغه، وبعد دقائق استدعي إلى مكتب سليمان الوزير علي حسن خليل لينضم إلى اللقاء الثنائي، بعد لقاء جمع رئيس الجمهورية إلى وزراء جبهة النضال، فيما كان في الخارج الوزير محمد فنيش يعلن للصحفيين أن الاستقالة ليست الحل بل تؤدي إلى تفاقم الوضع. كل هذه الحركة حسمت قرار الاستقالة لجهة تعليقها بناء لطلب رئيس الجمهورية، كما أعلن رئيس الحكومة تجنبا لإدخال لبنان بالفراغ، وبانتظار المشاورات مع أقطاب الحوار تمهيدا لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وحتى ذلك الحين لن يداوم ميقاتي كما أعلن في السراي ولا جلسات مقبلة لمجلس الوزراء. رئيس الحكومة الذي أعلن البيان الختامي غص أكثر من مرة ودمعت عيناه متحدثا عن وسام الحسن العزيز جدا على قلبه، كما قال: بقدر أقول أني علقت أي قرار لحين يجيني رد فخامة رئيس الجمهورية على التصور ممكن نطلع فيه، مع التأكيد على تمسكي وأصراري على موقفي الأول. كائن من يكون رئيس الحكومة القادم، نحن كلياتنا كل الدعم له. مش هيدا الموضوع معي مش موضوع أي شخص، ولا موضوعي موضوع شخصي. عم بيجي يقول تغلبت بالماضي وتغلبت كل الأوقات، ولكن اليوم أنا بظرف كتير دقيق، لأنه أنا فريق من اللبنانيين، خليني نقول طائفتي بالذات، عمت عندها شعور أنها مستهدفة، وأنا ما برضى بإتخاذ إداني للنظام السوري كما تردد. أنا عم بنقول وعم نحكي أنه هذا قبل استباق التحقيق، ما بيقدر مجلس الوزراء يطلع موقف واحد، ولكن أنا بصراحة عم بقول الربط بين الجريمة، ما بقدر أفصل ولا بشكل من الأشكال بين الجريمة اللي حصلت مبارح واكتشاف المؤامرة على لبنان اللي كان من بشهر أبريل الماضي. الساعات الأربعة من النقاش في الجلسة الاستثنائية انتهت بتحويل قضية اغتيال اللواء وسام الحسن إلى المجلس العدلي لا المحكمة الدولية لاعتراض وزراء أمل وحزب الله، وتمت الاستعاضة عن المحكمة بقرار التعاون مع مختلف الأجهزة والهيئات والسلطات الخارجية والدولية للكشف عن المجرمين. المجلس اتخذ قرار منح داتا الاتصالات كاملة منذ توقيفها في 19 أيلول الماضي، على اعتبار أن الأمن أهم اليوم من خصوصية كل شخص، كما قال رئيس الحكومة. وقرر مجلس الوزراء تحويل فرع المعلومات إلى شعبة المعلومات والتطويع الفوري في سبيل تعزيز قوى الأمن الداخلي. هذا وكان رئيس الجمهورية اعتبر في مستهل الجلسة أن الرد على جريمة الحسن هي في متابعة الكشف عن المحرضين
المسؤولين والمساعدين والمنفذين لكل الجرائم ومن جملتها المتفجرات التي ضبطت أخيرا، وكررت دعوة إلى التهدئة والخطاب العاقل والالتزام بإعلان بعبدة وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية. استقالة ميقاتي المعلقة مشروطة بنجاح إقناع فريق 14 آذار على مشاركة 8 آذار السلطة تحت عنوان حكومة وفاق وطني، فهل تقبل 14 آذار تكرار التجربة السابقة وما هي شروطها ليتحقق ذلك؟ فرنسا تحذر من الفراغ وبريطانيا تنقل دعم المجتمع الدولي للبنان. في إطار متابعته للتحقيقات في جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على آخر ما توصلت إليه التحريات في انفجار الأشرفية من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. سليمان التقى كذلك السفير الفرنسي في لبنان باتريك باولي الذي حمل رسالة دعم جديدة من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للشعب اللبناني، محذرا من مغبة الوقوع في فخ الانقسام والتفرقة. كان وسام الحسن رجلا مندفعا من أجل بلده، يجسد البحث عن الحقيقة والاستقرار واستقلال لبنان. هو ناضل ضد الفوضى، ولا شك أن غيابه يشكل خسارة كبيرة ولا يجب أن تكون دون عقاب. من المهم جدا عدم حصول فراغ سياسي، وأن لا يتوقف عمل المؤسسات، وأن تتمكن الحكومة من القيام بعملها على غرار كل أجهزة الدولة وبالأخص الأجهزة الأمنية. رسالة دعم أيضا تلقاها رئيس الجمهورية من السفير البريطاني توم فلتشر الذي حضر إلى بعبدة لتقديم واجب التعزية للرئيس سليمان. إن المسؤولين عن هذا الاعتداء يرغبون في رؤية الانقسام وعدم الاستقرار، ولا يجب علينا السماح لهم بتحقيق مآربهم. إن المجتمع الدولي جاهز لدعم الدولة اللبنانية التحقيق في هذا الاعتداء لإيجاد الفاعلين وتحقيق العدالة والسبل الأخرى لدعم المسار السياسي في لبنان، وبالأخص جهود الرئيس سليمان لجمع القادة اللبنانيين لما فيه مصلحة اللبنانيين جميعا. كما بحث فلتشر مع سليمان في سبل تعزيز القوات المسلحة اللبنانية. مسقط رأس الشهيد اللواء وسام الحسن عمه الحزن وصوره رفعت في كل مكان، ومن ابنه مازن رسالة إلى الوالد البطل. تقرير برنا عمشتيت. من باريس ومع كل الحزن والأسى، حملت طائرة خاصة عائلة اللواء الشهيد وسام الحسن إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ومن المطار إلى مسقط رأسه بتراتيج. اللقاء الأصعب مع العائلة حيث ضاع الحلم وبدا الواقع أكثر مأساوية. ستبقى معنا إلى الأبد، لقد علمتني أن أكون رجلا وأردتني أن أتخطى صعوبات الحياة، وعدتك بذلك وسأفي بوعدي. أنت أعظم رجل عرفته في حياتي، ورغم كل المشاجرات التي كانت تحصل بيننا ستبقى إلى الأبد والدي الذي أحبه، وأتمنى أن نلتقي في الحياة الأخرى. رسالة صادقة من مازن وسام الحسن إلى والده كتبها عبر فيسبوك الثانية فجر السبت، قرأتها ابنة عمه يمنى. أسى وحزن كبيران سكنا بتراتيش في الكورة مسقط رأس الشهيد. صحيح أنه لم يكن هناك، لكن حضوره كان الأقوى على كل لسان وفي كل مكان رفعت فيه صورته. أنت وسام لبنان ونحن كلنا وسام، هذا أقل ما قيل عنه في غيابه. بعده مثل الحلم، أنه صوته بعده بدينتي، بعدني بسمع صوته، شوف شكله بالداية. كثير اشتقنا لك. أنا ما مصدقة، ما شيء ما بيتصدق، شيء ما بيتصدق. ضيعته، ما في شجرة، ما في شيء حواله هون ما بيبكي عليه، ونحن مندل كلنا من الوصايا العشرة، انتبه انتبه انتبه. نبيها وعدنان الحسن أم وأب مفجوعان على غيابه، التزما الصمت وتركا دموعهما يحكيان مأساتهما، وإلى جانبهما أب وأم آخران لم تجف دموعهما بعد، والد ووالدة الشهيد وسام عيد لم يفارقا منزل عائلة الحسن، فالوسامان كانا حاضرين في الدمعة وفي القلب. أول ما سمعنا الخبر ما كان عقل بيتحمله، ولا كان صدمة كبيرة للكل، خصوصا لعائلته وللبنان ككل، لأن وسام ما كان شخص عادي واغتياله مش كان عادي. الأصحاب والأقارب توزعوا بين منزل العائلة وقاعة آل الحسن بالقرب من مسجد الإمام حسن ابن علي، والجميع كلمة واحدة: وسام خسارة علينا وعلى لبنان.
والجمرة بتحرق محلها. بس إن شاء الله الأيام جاية وأكثر هيك ما في نحكي. شو يعني إن شاء الله الأيام جاية؟ شو وقته حلو والوضع حيختلف كليا. هذه سياسة الكلمة الحلوة ارتغت إن شاء الله. ومن قوى 14 آذار حضر وفد إلى بتراتيج وعدد من النواب والشخصيات المعدية. قلنا وبعدنا بنقول انه نطلب من كل جماهيرنا الاستعداد لاي تحرك شعبي لاسقاط الحكومه. هذا الموضوع ما قبل اللواء الشهيد وسام الحسن شيء وما بعده شيء. اي اخراج او اي مسعى يسعى اليه الرئيس مئاتي كما يعودنا لا ينفع. هناك تصرف واحد مطلوب منه، ان يستقيل بدون طلب، لأن ذلك يحافظ على كرامته. ما بعد وسام الحسن غير ما قبله. هذا كان لسان حال كل الذين أتوا لوداع البطل الشهيد. في ساحة ساسين أضيئت الشموع على روح الشهداء بدعوة من نواب الأشرفية، وتنضم إلينا من هناك الزميلة جويس عقيقي. جويس مساء الخير، ما هي الأجواء في ساحة ساسين حيث تضاء الشموع؟ نعم فادي، يعني منذ لحظات فتحت ساحة ساسين أمام السيارات بعد أن أضيئت الشموع ورفعت الصلوات على نية الضحايا الذين سقطوا يوم أمس في هذا اليوم الأسود، يوم اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. إذا كنت تستطيع أن ترى معي في الصورة فادي، هناك صورة كبيرة رفعت للواء الشهيد وسام الحسن، وأيضا هناك شموع لا زالت تضاء حتى الساعة، ورفعت الصلوات على نية جميع الضحايا الذين سقطوا. أيضا أود الإشارة إلى أنه منذ بعض الوقت يعني أتى إلى هنا وفد من التيار الوطني الحر في الأشرفية، حصل بعض التلاسن مع بين وفد التيار الوطني الحر وشباب قوى 14 أذار الذين كانوا موجودين هنا في ساحة ساسين، ولكن بعد أن يعني تدخل الجيش وبحماية من الجيش والقوى الأمنية استطاع وفد التيار الوطني الحر أن يدخل إلى حيث أضيئت الشموع، وأيضا يعني جلب الوفد أو أعضاء الوفد عدد من الورود البرتقالية ووضعها هنا أمام صورة الشهيد اللواء وسام الحسن. ولكن طبعا يعني سمعوا بعض الملاحظات يعني مثل هلأ جايين وليش جايين لهون، طول عمركم تحكوا عنه بالسيء، هذا ما قاله لهم بعض شباب وأهالي الأشرفية. إذا غادر وفد التيار الوطني الحر بعد أن وضع الورود وأضاء الشموع. أيضا نواب الأشرفية تحدثوا، يعني بعض النواب الذين حضروا تحدثوا وقالوا إن ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي عن عدم استقالته هو ليس بيده، إنما بيد قوى خارجية مثل سوريا وإيران هي التي تملي عليه متى يستقيل ومتى لا يفعل. إذا فادي هذه هي الأجواء كنا نقلناها لكم سابقا، وهذه هي الآن في ساحة ساسين عفوا، حيث أعيدت يعني عادت الحركة إلى طبيعتها. جويس عقيقي حدثتنا من ساحة ساسين، شكرا جزيلا لك. وكانت الأشرفية استفاقت على هول فاجعة الأمس، والقوى الأمنية واصلت فرض طوق أمني في ساحة الجريمة. منهكة بفعل التفجير الذي طال أحد شوارعها بعد ظهر الجمعة، استقبلت الأشرفية يوما جديدا وسط ذهول وغضب لم يفارقا الأهالي بسبب الخسائر البشرية التي بلغت 8 قتلى من بينهم العميد وسام الحسن ومرافقه وأكثر من 100 جريح، إلى جانب الأضرار المادية الفادحة في المنازل والمؤسسات. صباح السبت كان الجيش اللبناني والقوى الأمنية ومعهم عناصر شعبة المعلومات كانوا أحكموا الطوق على مسرح الجريمة على شارع الليبون بوست وشارعين ضيقين متفرعين منه، وفي الأثناء كان عناصر الأدلة الجنائية والشرطة القضائية يجرون مسحا شاملا لكل ما وجد في المكان على أمل معرفة المزيد عن العبوة التي وضعت تحت السيارة والتي قدرت زينتها بين 50 و60 كيلوغرام من مادة TNT، وعن أسلوب تفجيرها عن بعد وكيفية مراقبة الحسن ونوعية السيارة المفخخة. وفيما كان العناصر الأمنيون يبحثون عن مزيد من الأشلاء تعود على الأرجح للحسن ومرافقه بعدما عثر سابقا على ساعة يده وجزء من مسدسه وحذائه الرياضي، منع أصحاب المنازل الموجودة داخل الرقعة الأمنية من دخولها، وبحسب المعلومات لن يتمكنوا من ذلك قبل الاثنين. أما من هم خارج الطوق فنشطوا يحصون الأضرار ويجمعون الزجاج المكسور ويطلقون أعمال الترميم.
الأشرفية المذهولة لم تكتفي بالتفرج على ما حصل، فظهر السبت تجمع عدد من أبنائها في ساحة ساسين بدعوة من النائب نديم الجميل وبمشاركة عدد من فعاليات المنطقة. هي رسالتين، أول رسالة وقف التضامن مع أهل الأشرفية، وقف التضامن مع الضحايا اللي سقطوا بالأشرفية، مع الجرحى اللي بعده بالمستشفى. تاني رسالة هي تنقل لهم لفرع المعلومات أنه حتى إذا وسام الحسن استشهد اليوم نحن متكلين عليهم تهني يحمونا. وسام الحسن اليوم سقط شهيد لكل لبنان، وبدي اقول لك انه وسام الحسن سقط مطرح حد ما محل ما سقط بشير جميل، والمجرم هو ذاته، هو النظام السوري. المحتشدون في ساحه ساسين وضعوا اكليلا من الورد عند مدخل الشارع الذي وقع فيه الانفجار، وحملوا الورود البيضاء وساروا بها الى مبنى المديريه العامه لقوى الامن الداخلي، ومنه الى ساحه الشهداء. جرح الانفجار لا يزالون تحت وطأة الصدمة، تقرير جوال إزايلي. هي دموع الغضب والأسى يتشاركها أكثر من 100 جريح أصيبوا في انفجار الأشرفية، هم تحت وقع صدمة يصعب تجاوزها، بعضهم لا يزال في العناية الفائقة وقلوب أمهاتهم مفجوعة. كلمة واحدة على الألسن يكفي قتلا ودمارا في بلد نريد أن نعيش فيه بسلام. يتركونا جيلنا، تعبنا، متنا. إضافة إلى الأوجاع الجسدية، ألم نفسي لن يزول بسهولة، مشهد الدماء والدمار يلازمهم، حتى أن هناك من تهدم منزله بالكامل. منزلت لقيت العالم كلها منصابة، منظر بخوف، ما بنسى بحياتي. 4 سنين عشت بفرنسا، هذيك السنة اجيت عطول، قلت لبنان أحلى، طلع لبنان مش أحلى. شو كتير في كسور بطهري، طب بكل شي اسمي، هذا انت موجوعة كل شي اسمي، بيقولوا لي طرت ولموني، بيتنا راح هلا بالانفجار. للي عملوا هالانفجار شو بتقولي لهم؟ تكسروا ايديهم مش اكثر من هيك، يا ريتها انفجرت فيهم. في عمر السادسة اصبح جوزيف يعرف معنى الاجرام والارهاب، لكن رغم ذلك لم يفقد ابتسامته البريئة. اكتشفت انه في انفجار. مين قال لك انه في انفجار؟ لانه سمعت صوت بوف، وقع الباب والتاني وقعت، وقعت كل شيء وقع. أثناء الجولة التي قامت بها الام تي في في مستشفيات الأشرفية، تفقد المطران رولا أبو جودة جميع الجرحى، ممثلا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والكاردينال نصر الله صفير، للاطمئنان على صحتهم، كما منحهم البركة الإلهية. فهنا في ظل المآسي والآلام يبقى الإيمان والأمل أقوى من العنف والإرهاب. عائلة الشهيدة جورجيت ساركيسيان التي قضت متأثرة بجروحها من جراء إصابتها في انفجار الأشرفية، ودعتها إلى مثواها الأخير في مراسم تشييع أقيمت في كنيسة مار يوسف في برج حمود. وكانت جورجيت توفيت ليلة الجمعة في مستشفى رزق، حيث أدخلت قسم العناية الفائقة. من هو الشهيد المؤهل أحمد محمود صهيوني مرافق الشهيد الحسن؟ تقرير جويس عيي. لم يكن المؤهل أحمد صهيوني أو المؤهل أول، وهي رتبته بعد الاستشهاد، لم يكن يعلم أن وفاءه للشهيد اللواء وسام الحسن سيرافقه حتى في الموت. هو ابن البير عكار التي نالت نصيبها ولا تزال من الاستشهاد. ولد في 10/4/1964 متأهل وله 3 أولاد، باتوا اليوم أيتاما في غيابه. المؤهل أول صهيوني دخل السلك العسكري في 6/11/1987، وبعد 25 عاما سقط شهيدا على مذبح الوطن. دخل السلك برتبة دركي متمرن، وتدرج حتى رتبة مؤهل، رتبة أهلته للاستشهاد. خدم في مراكز عديدة منها المعهد، فوج الطوارئ، سرية حرس رئاسة الحكومة، ديوان المدير العام، سرية وزارة الداخلية والبلديات، وشعبة المعلومات. الشهيد صهيوني حاز عن جدارة عدة أوسمة،
منها المشترك بينه وبين رفيق الشهادة وسام الحسن كوسام فجر الجنوب، الوحدة الوطنية، ووسام الاستحقاق اللبناني الذي ناله هو بالدرجة الرابعة والثانية. كذلك استحق الصهيوني الميدالية العسكرية والعديد من التنويه والتهاني الخطية من المدير العام لقوى الأمن الداخلي. بعد استشهاده منح وسام الحرب ووسام الجرحى وميداليتا الأمن الداخلي ووزارة الداخلية والبلديات والأرز الوطني الذي استحقه عن جدارة بعدما روى أرز الوطن بدمائه الغالية. بعد الآلان غضب الطرقات. الشيخ أحمد الأسير أكد من جديد أن الأزمة اللبنانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسلاح الحرس الثوري وسلاح خامنئي وسلاح السيد حسن نصر الله الذي وصفه بالغدار، مشيرا خلال اعتصام صيداوي استنكارا لتفجير الأشرفية إلى أن بعض الشبيحة اخترقوا الجيش اللبناني. الأسير رأى أن المعركة لم تعد مع الرئيس السوري بشار الأسد فقط، بل مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. في طرابلس إطلاق نار كثيف مساء وإقفال طرقات بعد هدوء حذر نهارا تخلله ظهور مسلح. تقرير هنادي رحمي. لم تندلع اشتباكات مسلحة في طرابلس منذ صباح السبت، لم يسمع صوت قناصات ولم ترمى القنابل، لكن المدينة بدت أشبه ببقعة جمر تحت الرماد، والغضب جراء انفجار الأشرفي بدا عارما، هكذا عبر عنه. عدد من الشبان حملوا أسلحتهم وتجولوا علنا في شوارع المدينة، حتى أنهم قصدوا الوقوف أمام الصحفيين لأن رسالتهم كما يقولون ما عادت تحتمل التأجيل وفحواها إظهار قوة لا يزال البعض غير مدرك لها على حد تعبير أحدهم. هؤلاء المجرمون الظالمون القتلة لابد أن يحاسبوا ولا بد أن يؤخذ على أيديهم وبالقوة، لأن القوة التي يستعملونها لابد أن تعامل بقوة أكبر. فضيلة الشيخ، يعني المظهر المسلح الذي نراه في الشارع اليوم في طرابلس هو مظهر القوة الذي ستواجهونا به؟ هذا ما هو إلا تعبير رمزي لا نواجه به، ولكننا نعبر للآخرين من خلاله أننا لسنا ضعفاء، وأننا إذا أردنا أن نستعمل القوة مقابل القوة لفعلنا ذلك. صباح السبت إذن اتسم بهدوء حذر سيطر على المدينة، خرقته طلقات نارية في الهواء جاء أبرزها عند دوار أبو علي البداوي، ساحة عبد الحميد كرامي وغيرها. هذا في وقت كان العمل جار على فتح طرقات المدينة بعدما كان الأهالي أقفلوها ليلة الجمعة السبت احتجاجا، فباتت كلها سالكة باستثناء طريق البداوي التي ظلت مقفلة بالإطارات ومستوعبات النفايات، هذا إلى جانب طريق الرئيسة المؤدية إلى ساحة التل والتي عمد الشبان الغاضبون إلى قطعها في فترة ما بعد الظهر. في الأثناء وإلى جانب الغضب الذي لف المدينة بدا الحزن فيها واضحا أيضا، ففي القب كان منزل المؤهل أحمد صهيون الذي استشهد مع اللواء وسام الحسن يغص بالمعزين، فصهيون ترك هنا زوجة وأبناء ثلاثة محمود لوسي ومحمد. مشهد الحزن طغى كذلك على أبي سمرة حيث شيع الشيخ عبد الرزاق الأسمر الذي قتل مساء الجمعة في الاشتباكات التي اندلعت في المنطقة بين عناصر من حركة توحيد ومجموعة إسلامية. من جهة أخرى كان محافظ الشمال نصيف قالوش رأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال في سراي طرابلس للتباحث في الإجراءات الأمنية المتخذة من أجل حماية السلم الأهلي والاستقرار وعدم السماح لأي كان باستغلال تفجير الأشرفي لزرع الفتنة بين اللبنانيين، واتخذ المجتمعون قرارات سيعمل كل جهاز من خلال الغرفة الأمنية المشتركة على متابعتها. اللقاء الوطني الإسلامي يعقد اجتماع في طرابلس ويدعو إلى المشاركة الكثيفة في تشييع الحسن والشهداء الذين سقطوا معه. يدعو اللقاء الرئيس نجيب مئاتي ووزراء جبهة النضال الوطني وممثلي فخامة الرئيس في الحكومة إلى موقف شجاع وعلني ووطني يحملون فيه قوى السلاح
والإجرام الأسدي الفارسي مسؤولية تغطية الجريمة الإرهابية التي سقط اللواء الحسن وأهلنا في منطقة الأشرفية وهدفت إلى إسقاط أمن الدولة. علينا التصويب نحو العدو الحقيقي الذي يستمر في مسلسله الإجرامي لتطويع شعبنا، وهو نفسه الذي يرسل المتفجرات ويحمي المتهمين في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويتستر بشعارات المقاومة والممانعة. نظم أهالي وادي خالد تظاهرة غاضبة احتجاجا على اغتيال الحسن، تعرضت لدى وصولها إلى مفرق لمأيب للحدودية مع سوريا لإطلاق نار كثيف من أسلحة سورية ما أدى إلى تفرق المتظاهرين. حصل إشكال في محيط مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في حلبة وتدخل الجيش لتطويقه، فيما تجرى اتصالات لتخفيف حدة التوترات هناك. مناصرو قوى الرابع عشر من آذار قطعوا الطرقات في عدد من المناطق وطالبوا بإسقاط الحكومة. تقرير حسين خريس. بالنار والإطارات امتلأت المناطق اللبنانية احتجاجا على استشهاد لواء وسام الحسن، فقطعت الطرقات في المدن المختلفة. في عاصمة الجنوب صيدا التزم مناصرو قوى الرابع عشر من آذار قطع الطرقات الفرعية والرئيسية الثلاث، لا سيما مثلث دوار إيليا ودوار جامع الحريري والبوليفار الغربي للمدينة، إضافة إلى الكورنيش البحري. وعلى الرغم من الوجود الرمزي لتيار المستقبل، فقد ظلت الطرق مقطوعة من ليل الجمعة حتى الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر السبت، قبل أن توجه النائب بهية الحريري نداء الانسحاب من الشوارع وللإفساح في المجال لمشاركة أكبر حشد ممكن في تشييع لواء الشهيد نهار الأحد. إقفال الطرق أتى تزامنا مع عملية انتشار واسعة للجيش اللبناني في الشوارع وإجراءات أمنية اتخذها بدورياته المؤللة والثابتة والراجلة. وعلى الرغم من أن الطرقات في صيدا فتحت، إلا أن الطرق المؤدية إليها لم تكن سالكة، إذ قطع عدد من شباب إقليم الخروب الأوتوستراد الساحلي ما بين بيروت والجنوب عند بلدة الجي على المسربين بالإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة، وكذلك الأمر عند أوتوستراد النعمي. أما في السعديات فقد قطع شباب المستقبل الطريق بعمود الكهرباء إضافة إلى الإطارات المشتعلة. في العاصمة بيروت وتحديدا في طريق الجديد، قطع مواطنون غاضبون الطريق بمستوعبات النفايات وبدواليب لم يقوموا بإشعالها. وفي كورنيش المزرعة لم تختلف الصورة، فسحب الدخان تطايرت قرب مستوعبات النفايات في وقت سير الجيش دورياته في الشوارع تحسبا لأي طارئ. والمشهد نفسه تكرر عند أوتوستراد المدينة الرياضية، فقطعت الطريق المؤدية إلى الكولا وسليم سليم. في الكارنتينا طريق الذهاب كما طريق الإياب مقطوعتان، مع وجود لعناصر تيار المستقبل الذين حضروا منذ الصباح وعملوا على قطع الطرقات بالسواتر الحديدية والإطارات المشتعلة. وهكذا استمرت الحال وصولا إلى جسر الفورم دو بيروت، مع هتافات مطالبة بإسقاط الحكومة والانتقام للواء الشهيد. إلى البقاع حيث قطعت الطريق الدولية في تعلباية سعد نايل بالخيم والإطارات المطاطية المشتعلة، ورفعت لافتات منددة باستهداف الحسن، في حين تجمع عدد من الشبان عند بلدة المرج وحاولوا دخول مكتب تابع لحزب الاتحاد التابع للوزير السابق عبد الرحيم مراد، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي أسفر عن سقوط 5 جرحى لتيار المستقبل وجريح لحزب الاتحاد. مفتي الجمهورية دعا لضبط النفس معلنا الحداد الرسمي في دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها 3 أيام. إن مسيرة قيام الدولة لا زالت تتقدمها دماء الشهداء في لبنان، ويد الغدر والإجرام لا زالت تتربص بوطننا لبنان وتمتد بإصرار لتنال من رجالنا وأبنائنا أركان الوطن ومستقبله. إن الجريمة الكبرى التي ارتكبت بالأمس لترفع العميد وسام الحسن شهيداً للبنان وللمسلمين
ما هي إلا دليل على صلابة الجسم اللبناني ومناعته في وجه الفتن. لطالما عمل على وأد الفتن في مهدها هو العميد الشهيد وسام الحسن، الذي كشف العديد من المخططات الإجرامية التي تستهدف لبنان دولة وشعبا. فهو الذي حمى الصيغة الوطنية في الأمن لحماية بنيان لبنان من خطر الاهتزاز أو الانهيار. إن أهداف الجريمة أيها الإخوة واضحة جدا، وخلفياتها أوضح، والمستفيدون منها معروفون جيدا. والجريمة النكراء هذه توازي اغتيال كل لبنان. حمى الله لبنان وشعبه من الأخطر القادم. ردود الفعل الدولية المنددة باغتيال الحسن تتواصل. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست انفجار الأشرفية، متهما إسرائيل بالوقوف خلفه والاستفادة من الانقسامات بين المجموعات اللبنانية وزعزعة أمن المنطقة. في موازاة ذلك، أعلنت السعودية إدانتها حادث التفجير الإرهابي، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن المملكة التي تابعت باستهجان شديد حادث التفجير الإرهابي تستنكر العمل الإجرامي وتدينه، وتؤكد أن دلالة ذلك انعدام كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإسلامية والإنسانية لمن قام بذلك الفعل الإرهابي. وأضاف المسؤول السعودي أن السعودية تشدد على ضرورة الوصول إلى الجنات في أي حال من الأحوال. هذا وتلقى عدد من الرعايا السعوديين رسائل نصية عبر هواتفهم الخلوية موجهة من السفارة السعودية في بيروت تحذرهم من الاقتراب من مناطق التوتر في لبنان. البابا بنديكتوس السادس عشر دان بدوره العنف وطلب للبنان والمنطقة نعمة السلام. وفي برقية بعث بها إلى البطريرك الماروني ماربشار بطرس الراعي، أكد الحبر الأعظم أنه يشارك بالصلاة للآلام التي تعانيها العائلات المحزونة ولحزن جميع اللبنانيين. اغتيال اللواء الحسن في قلب الأزمة السورية. وقد أدانت سوريا العمل الإرهابي جبان الذي تعرضت له ساحة ساسين بالأشرفية، وأكد وزير الإعلام عمران الزابي أن هذه التفجيرات الإرهابية مدانة أينما حدثت وليس هناك ما يبررها. وتؤكد شخصيات وأحزاب وقوى لبنانية التي أدانت العمل الإرهابي أن التفجير الأشرفي جريمة منظمة تحمل بصمات العدو الإسرائيلي وأيادي الغدر والعمالة التابعة له. حتى في سوريا كان الخبر لبنانيا بعد اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، كيف لا؟ ووسام الحسن كان ضمن قائمة 33 الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف بحجة تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ووسام الحسن نفسه ما هو إلا كاشف شبكة سميحة المملوك وحامي الشمال ولبنان من مخططات التفجير. قد لا تكون صدفة أن تأتي العملية بعد يومين على تحذير المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي من امتداد الأزمة إلى دول الجوار وأحراق الأخضر واليابس، وهو عاد إلى سوريا يوم الجمعة بعد جولته الثانية في المنطقة وحمل معه دعما حصل عليه من مختلف الجهات لوقف إطلاق النار في عيد الأضحى في سوريا. الإبراهيمي بحث مع وزير الخارجية وليد المعلم في تفاصيل المهمة، وقد قوبل بموقف سوري قديم جديد يعلن تسهيل مهمة المبعوث الدولي ويتهم أطرافا أخرى بتقويض المهمة الأممية من خلال استمرار التسليح للإرهابيين. الداخل السوري على حاله مع القصف المركز على معرة النعمان واتهام المعارضة للنظام باستخدام القنابل العنقودية، ولم يعد مفاجئا تخطي معدل القتلى 100 مع حجب الرؤية عن أي حل سياسي قريب للأزمة السورية. في الخاص، ما قصة قرية حصن الوزاني التي أربكت إسرائيل؟ محاطا بالاحتلال الإسرائيلي على ضفاف نهر الوزاني الحد الفاصل بين لبنان والأراضي المحتلة، يقع منتجع الوزاني أو ما يسمى بقرية حصن الوزاني، تلك القرية السياحية الحديثة التي أزعجت إسرائيل، التي طلبت لبنان عبر الأمم المتحدة بالتدخل لمنع الانتهاء من تشييد المنتجع بحجة تلويث مياه أنهر الحصبان الوزاني وبنياس التي تصب في نهر الأردن منبع بحيرة طبرية الإسرائيلية. إسرائيل لا تريد تلويث مياهها إذن، فكيف يرد أصحاب المشروع على ادعاءاتها؟
ابدا ما بيلوث النهر، وعاملينه كله من كان من صرف صحي ولا ان كان من بنا، كله صديق للبيئة. طالبت إذن إسرائيل عبر الأمم المتحدة بإيقاف المشروع، ما إلى توقفوا العمل؟ ما إلى حق ولا منوقف، لأنه نحن بأرضنا، نحن هيدي أرض جدنا وأرض بينا، كيف بدنا نوقف عمل؟ هل صحيح أنه الجيش اللبناني وقفكم عن العمل؟ أبداً، هيدي كذبة من أكاذيبها مثل العادي. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية تأكيدها أن المنتجع السياحي من شأنه أن يتسبب بمواجهة وتصعيد أمني مع لبنان، تحديدات لا يهتم لها كثيرا أصحاب المشروع. أنتوا قد أنه بسبب المنتجع تبعكم يصير في تصعيد أمني مواجهة مع لبنان؟ أنا بقول هي إسرائيل جباني، مش قد أنها تعمل حرب، وهي جربت عملت حرب تموز وفشلت، ما إلى حق نحن بأرضنا وبملكنا مستمرين بالعمل، مستمرين وباقيين، وهيدا الجزء الأول وهينا عم نبني الجزء الثاني، وما في قدرة بتوقفنا عن العمل هون. على مساحة 40,000 متر مربع يمتد المشروع الذي بلغت كلفته حتى الساعة 7 ملايين دولار من أصل 15 مليون دولار الكلفة النهائية، فهل المطلوب إيقاف المشروع غير المخالف كرمة لعيني إسرائيل التي تخترق كل يوم سيادة لبنان أرضا وشعبا، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية؟ هنا على بعد أمتار من فلسطين المحتلة، وعلى بعد أمتار من الجولان المحتل ومزارع شبع المحتلة، ترتفع قرية حصن الوزاني المحصنة في وجه كل عدو غريب طامع، كما يقول أصحاب هذا المشروع الذي يبعد 90 كيلومترا عن بيروت، وتسعين كيلومترا عن دمشق، وتسعين كيلومترا عن القدس، في نقطة استراتيجية تثير الأطماع الإسرائيلية. من الجنوب، جويس عقيقة، MTV. بعد الإعلان سباق في ناطحة سحاب. تصدت إسرائيل للسفينة الفنلندية إستيل التي تقل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، وتسعى إلى اختراق الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على غزة، حيث صعدت قوات البحرية الإسرائيلية إلى متن السفينة. في إلى صفحة متفرقات سريعة. لوحة عمرها تقريبا 500 سنة بتعود للرسام التلياني رافائيل، موجودة حاليا بدار للمزادات العلنية بباريس كجزء من الجولة اللي عم تعملها بالعالم قبل ما تنباع بلندن بمبلغ مش أقل من 19 مليون يورو. هاللوحة أمضت 300 سنة تقريبا بواحد من أهم الأماكن ببريطانيا يلي بيحفظ الأعمال الفنية النادرة. أجراس جديدة عم تتحضر للدق بالعيد 850 لنوتردام دو باري، حاليا جرس واحد بس عم يستعمل والبقية صار لهم 8 أشهر تقريبا خارجين عن العمل. الأشخاص يلي عم بيصنعوا الأجراس الجديدة بيفتخروا بأنهم بيقدروا يجمعوا بين تقنيات القرون الوسطى مع ابتكارات القرن 21. 300 شخص تقريبا من مختلف أنحاء العالم شاركوا بمسابقة مميزة، وهي تسلق أدراج ناطحة السحاب الأعلى بشنغهاي يلي بيبلغ ارتفاعها 492 متر، والرابح قدر أنه يوصل لأعلى المبنى بظرف 18 دقيقة و55 ثانية. الرياضة مع نجيب قاعي. مساء الخير، البداية الليلة رح بتكون مع الرياضة الميكانيكية وتحديدا مع عالم أرليات، مع المرحلة ما قبل الأخيرة من بطولة العالم يلي عم تصير بجزيرة جمال كورسيكا. المنافسات اليوم ما تغيرت فيها الصورة عن المنافسات اللي كانت عم تصير مبارح، باستثناء المنافسة الحقيقية على المركز الرابع الخامس والسادس. بالمقدمة ميكو هيرفنون بعده على دي اس 3 دبليو ار سي بالمركز الأول أمام الروسي إفغاني نوفيكوف. المفاجئ مع موتس أوتسبورغ ياري ماتي لاتفالا بالمركز الرابع. سيباستيان أوجي عم بينافس بطريقة جدية للمركز الخامس أمام كريس أتكنسون، وطبعا امبارح كنا شفنا انسحاب لوب وبيتر زولبرغ من بعد مشاكل ميكانيكية. بالطبع بكرة هيرفنون قريب جدا صار من الفوز من بعد انتهاء 14 مرحلة خاصة برالي إيطاليا الدولي. من إيطاليا إلى إنجلترا، تحديدا لأسكوت، تنكون مع واحد من أبرز السباقات بعالم الخيل، وبالطبع مع إنجاز مميز لخيل أعلن
صاحبه اعتزاله رسميا اليوم. الفوز هو الـ 14 لفرانكل بأسكوت، وبالتالي نهاية مسيرة السباق الأخير قدر يحصل عليه صاحبه على مركز متقدم جدا من حيث عدد الجوائز المالية، 5 مليون دولار. والأمير سمو الأمير خالد بن عبد الله أعلن، صاحب الخيل أعلن أنه فرانكل ما راح يشارك بقى نهائيا بعالم الخيل. بختام بدنا نقول انه ببعض ابرز النتائج اللي كانت عم تسجل من وقت قليل بعالم الرياضه، شالكة تقدم 2-1 على بوروسيا دورتموند، حامل اللقب بالدوري الالماني. فوز بايرن على فورتونا دوسلدورف. بانجلترا فوز ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، وسقوط لارسنال. اليوفي متقدم بايطاليا، وباير او ريال مدريد متقدم بالدوري الاسباني. هذا كان كل شيء، عوده لكم. شكرا نجيب. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعوا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، ام تي في لبنان على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.